مع احترامي للناس الأصدقاء عندي والمتابعين عندي، أنا ما مش هطلع أقولك ما تتفرجش على الماتش. أنا مش هطلع أقولك كده، نتفرج عليه بس مش أخش بعد الماتش ألاقي التايم لاين كله بتكلم عن الماتش وناس زعلانة إن إحنا الأهلي ما صعدش. يا جماعة والله إحنا في كارثة أكبر. أنا مش بزايد والله على حد، بس الواحد نفسيا بيتعب. انتوا يعني الواحد مش عارف يتخطى الأطفال اللي بيموتوا كل يوم. الناس اللي عندها أطفال هيحسوا بكلامي وبوجعي، هيحسوا بأطفال غزة ووجع أهلهم عليهم. ما قلتلكش ما تتفرجش، عايز تتفرج اتفرج، بس في الدرة في ناس بتتألم، في إخوة فلسطينيين متابعين عندنا وأصدقاء عندنا بيتألموا. ماتش إيه وكورة إيه؟ إحنا في حدث جلل، والله في حدث جلل، ومش بزايد والله على حد، بس يا جماعة نراعي الناس اللي بتموت، نراعي الأطفال، دول بيعتبروا أطفالنا. أطفالنا والله، الناس اللي عندها أولاد هتحس بألمي وبألم الناس اللي بتشوف الأطفال ومنظر الأطفال اللي يبكي. ف اتفرجوا يا جماعة بس بصمت. كورة إيه وهباب إيه؟ ده إحنا في وجع والله، والله العظيم في وجع. أنا مش بزايد، أنا اتفرجت على الماتش، ما قلتش إن أنا ما اتفرجتش، بس مش هطلع على حل الماتش ولا اتكلم على كورة. تغور كورة ويغور اي حاجة، احنا في حدث جلل. حتى الواحد وهو بيتفرج في غصة في قلبه، في حزن، ايا ما كان بقى ايه اللي كان هيحصل، الواحد عايز يتخطى مش قادر يتخطى. فاتفرج بس في الدرع، مش لازم ناس بتتألم يا جماعة. ولازم يكون عندنا قلب، إن اللي ما بيتألمش للمناظر دي حرام. يعني أنا مش عارف أوصف. ربنا ينصر إخواتنا في غزة ويرحم الأطفال، مناظر صعبة والله، مبكية والله، تبكي القلب قبل ما تبكي العين. ربنا ينصر إخواتنا المرابطين في غزة، فيديوهات تشرح القلب، فيديوهات لتصديهم للاحتلال تشرح القلب والله. ربنا يتولانا ويتولاهم والله. احنا اللي ربنا يتولانا، هم في الجنة اذا كان ميتين ولا اذا كان كمجاهدين. شرف ما بعد شرف.